اهلا بكم. عاشت جماهير الكره المصريه اوقات سعيده بعد تاهل ممثلي مصر في الكونفدراليه لدور المجموعات بعد تخطي محطه الملحق في دور ال 32 بالبطوله، وهم فريقي بيراميدز وفيوتشر اللي قدروا ان هم يتخطوا محطه الملحق في دور ال 32 من بطوله الكونفدراليه. خلينا نذكر حضراتكم ان الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف كان حدد موعد اجراء مراسم سحب قرعه دور المجموعات لبطوله الكونفدراليه الافريقيه عام 2023 واللي بيشارك فيها بيراميدز وفيوتشر ممثلين طبعا عن مصر. واختار المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم يوم 16 نوفمبر الجاري موعد لاجراء قرعه دور المجموعات بمقره في القاهره. خلينا اقول لحضراتكم ان نظام البطوله كان بيعتمد على لعب كل فريق 6 مباريات بدور المجموعات، وبيتأهل أول فريقين من كل مجموعة علشان بعد كده يشكلوا دور الثمانية وبيلعبوا مع بعض بنظام خروج المغلوب، طبعا مباريات من ذهاب وإياب لحد ما بيوصلوا للمباراة النهائية اللي بتقام من مباراة واحدة فقط. بيمثل بيراميدز وفيوتشر الأندية المصرية في بطولة الكونفدرالية في نسختها الحالية طبعا بعد ما حل الثنائي في المركزين الثالث والرابع في نهاية منافسات الدور الأول من الدوري المصري عام 2021-2022. وبدأ فيوتشر مسيرته في البطولة من الدور التمهيدي فخاض مباراتين أكثر من بيراميدز، بعد كده نجح الفريقين في عبور دور ال 32 الأول بسهولة. خلينا نتكلم شوية عن فريق بيراميدز اللي قدر ان هو يتأهل لدور المجموعات بعد ما فاز على نيجاليك بطل النيجر بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة اللي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاربعاء في استاد القاهرة الدولي، وده في اطار اياب دور ال 32 الاضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية. الهدف الاول جه بعد ما مر رمضان صبحي بشكل رائع من جهه اليسار، بعد كده رفع كره عرضيه الى داخل منطقه الجزاء قابلها وليد الكارتي براسيه من منتصف منطقه الجزاء اسكنها اعلى منتصف المرمى. بعد كده جه الهدف الثاني بعد كره عرضيه من جهه اليمين قابلها عبد الله السعيد براسيه ايضا من داخل منطقه الجزاء سكنت يسار المرمى. اما الهدف الثالث اللي سجله فخري لقاي جاء طبعا بعد تمريره رائعه من محمد حمدي وضعت فخري لقاي في انفراد تام بالمرمى، فقدر ان هو يستلم الكره بشكل سهل وبسيط وراوغ حارس المرمى وسدد الكره في الشباك الخاليه عشان يحرز الهدف الثالث والاخير لبيراميدز، وبيتاهل بيراميدز بكل سهوله الى دور المجموعات. تشكيل بيراميدز في هذه المباراة كان في حراسة المرمى أحمد الشناوي، في خط الدفاع علي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي، وفي خط الوسط بلاتي توري ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ووليد الكارتي ومصطفى فتحي. أما في خط الهجوم فكان في فخري لقاي. على مقاعد البدلاء كان موجود شريف إكرامي ويوسف نادر ومحمود وادي وكريم حافظ ومحمد صادق وكمان فخر الدين بن يوسف ومحمود صابر ومحمود دونجا وعبد الله مجدي. أدار المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري وبيعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول وأمادو بيلي ده المساعد الثاني وإبراهيم أكيتا الحكم الرابع، وبيراقب المباراة أحمد مويجي من تنزانيا. أما الحكم جيروم إيفونج ده بيراقب أيضا المباراة من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا. المباراة الثانية اللي جمعت بين فريق فيوتشر وقدر من خلالها ان هو يتغلب بنتيجة 3-2 على بطل في المباراة الأخيرة طبعا، قدر ان هو يتخطى المباراة بضربات الجزاء على أغسطس الإنجولي، ولكن المباراة وصلت لنهايتها طبعا بتعادل بين الفريقين واتجهت بعد كده لركلات الترجيح اللي قدر فيوتشر ان هو يحسمها لصالحه بنتيجة 3-2 في مباراة كانت مثيرة جدا. قدر يعني فيوتشر ان هو يخطف الفوز بصعوبة بالغة على الفريق أغسطس الأنجولي، ولكن في نهاية المطاف الكرة زي ما حضراتكم عارفين مكسب وخسارة، وقدر فيوتشر ان هو يكسب ويحقق المراد من هذه المباراة ويصعد للدور المقبل اللي هو دور المجموعات بعد ما قدر ان هو يتغلب على استاد السلام، وده طبعا ضمن منافسات اياب دور ال 32 التكميلي للبطولة. جاء هدف فريق اول اغسطس عن طريق اللاعب داجو تشامبا في الدقيقه 34 من عمر الشوط الاول بعد ما انفرد اللاعب داخل منطقه الجزاء فريق فيوتشر عشان يسدد الكوره في شباك محمود جنش ويحرز الهدف الاول. وشهدت المباراه سيطره من قبل لاعبي فيوتشر وظهرت هجمات كتير للفريق عن طريق مصطفى البدري ومروان محسن وكمان محمد رضا بوبو، ولكن جميعها لم تكتمل باحراز اهداف. وخاض فريق فيوتشر بقياده علي ماهر بتشكيل في حراسه المرمى محمود عبد الرحمن جنش والدفاع جوزيف جوناثان وسعد سمير وكمان محمود مرعي وعمر كمال عبد الواحد، وفي خط الوسط في مهند لاشين وناصر ماهر وكريم وليد ومحمد رضا بوبو، وفي الهجوم مصطفى البدري ومروان محسن.
ده كان بالنسبه لتشكيل فيوتشر اللي خاض المباراه وقدر في نهايه المطاف ان هو يصعد طبعا للدور المقبل بمجموع اللقاءين بعد ما قدر ان هو يلعب ضربات جزاء ويتغلب على اغسطس الانجولي. بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء في تغطيات جديده من تلفزيون اليوم السبت.